اهلا بيكم. النهارده اقدر فعلا اقول لكم كل سنه وانتم طيبين مرتين، كل سنه وانتم طيبين قلتها اول رمضان، لكن لما تبقى معايا الجميله جدا نيلي فعلا يبقى رمضان جه. زي ما قلت لكم زمان ما كانش رمضان يجي غير لما نيلي تيجي ونشوف نيلي على الشاشه ونلزق قدام الشاشات عشان نشوف كل لقطه وكل مشهد فيها. حقيقي وحشتنا ايام زمان، وحقيقي حقيقي وحشتينا قوي قوي يا نيلي. ميرسي يا كل سنة وانت طيبة. وانت بالصحة والسلامة، وميرسي على الكلام الحلو ده. أنا سعيدة إن أنا هندمع من قاعدة أول. قدامك. لا خالص، أنا سعيدة إن أنا قاعدة قدامك دلوقتي. أنا بحبك قوي. وأنا كمان، يعني عايزة أقول لك حاجة نيلي، بالنسبة لنا فعلا جيلي أنا كله كانت فوازير نيلي دي أجمل حاجة حقيقي في رمضان، ربنا وكنا بنستمتع بيها سنة بسنة. أنت وحشتينا، إحنا ما وحشناكيش. يا بوي وحشوني. ده أنا عايشة بحبكم حقيقي، أنا عايشة بحب الناس اللي كتير عليا حقيقي. الحمد لله. الحمد لله. تستاهلي. تسلمي. أيام زمان يعني وإحنا كل كده رمضان، مش بتفتكري رمضان زمان وتقولي يا ده كان زمان فيه كذا وكذا ما بقاش موجود النهاردة؟ يعني الإحساس الموجود عندنا إحنا دايما كده، إنه دايما نقول ما فيش أحلى من أيام زمان. بتفكري كده فعلا، شايفة يعني إن الدنيا اختلفت قوي عن زمان ولا لأ؟ ده سؤال صعب قوي، لان انا فنانه وما يعني ما ينفعش اقول اي حاجه يعني. بس هو الـ رمضان له قدسيته، ففي يعني مش عارفه، في حاجات الفاظ وحاجات بتتقال مش حلو مع الشهر ده. وبعدين يعني لما بيبقى في الافلام زمان فريد شوقي ومحمود المليجي اللي كان بيطلع وحش ده او بيقتل او بيتعاطى اي حاجه، في اخر الفيلم يا اما بيتوب يا اما بياخد جزائه. صح. دلوقتي بيبقى الشاب الظريف الحبوب يعني، فمش عارفه، مش لايق، مش لايق على مجتمعنا. جايز فيه قسم منه كده، انما مش ده المجتمع. يعني أنا لما أشوف مسلسلات كلها المجتمع كده تبقى حاجة غريبة. وبعدين إحنا مرآة البلد. يعني زمان قوي كانت البلد تقاس، أو الكتلة دي أو whatever المكان ده يقاس بمدى تقدم تقدم بقول علمي لأنه دلوقتي العلمي تقدم الفن اللي فيه. يعني هوليوود دايما هي دايما الأول، فهوليوود يعني تقاس المدينة أو البلد بمدى تقدم الفن اللي فيها. دلوقتي طبعا البحث العلمي هو اللي المفروض يكون. طب إيه اللي خلى الفن يبقى شكله كده؟ يعني أو إيه اللي خلى الصورة تبقى كده؟ هل لأنه هو بيعكس الواقع؟ الواقع اتغير ولا إيه؟ ولا إيه سبب؟ لا، الواقع زمان كانت كان الفن مراية بتعكس. يعني أيام فاتن حمامة وماجدة وشادي وسعاد حسني ونادية لطفي، ده كان الفن بيعكس للمجتمع والمجتمع بيعكس للفن. فكان في، هو ده زي ما قلت لحضرتك، جايز يكون في قلة كده، إنما ما نقدرش نبروزها ونقول إن هي دي مصر. مصر فين؟ هيبت مصر فين؟ هيبت مصر. انت خليتيني أتكلم في كلام كده، مش قصدي، حقك عليا. لا انا عارفه. على فكره انا عايزه اقول للمشاهدين حاجه، يعني سمعتها او عرفتها من ناس قريبين جدا من نيلي، انه قد ايه نيلي شخصيه حساسه جدا جدا. يعني ده اللي انا عرفته من خلال بحثي كده عنك. وقد ايه نيلي شخصيه نفسها الدنيا تبقى جميله، وقد ايه انت رومانسيه يا نيلي حقيقي، ده مش كده؟ انا ما ب... يعني انا ما بشوفش. هقول لك، قالوا لي عايشه في زمن مش زمنها. انا عايشه في عالم افتراضي. انا ما بحبش اشوف حد وحش. دايما الاقي لك العذر. انت ممكن تكوني عملتي حاجه ضايقتني، اقول لازم حد ضايقها ساعتها، لازم حصل. انا فاكره مره كنت مخطوبه وعماله اساعد خطيبي اللي كذب عليا، اقول له طب انت يمكن قلت كده عشان كده، ويمكن عملت كده عشان، يعني عارفه، مش عايزه عمري ما حطيت ايدي في جيب جوزي، مش عشان اي حاجه، عشان خايفه الاقي حاجه تضايقني. انا عايزه اشوف الناس كلها حلوه، وحقيقي الناس كلها حلوه، بس الظروف بتخلي، ربنا ما بيخلقش حد وحش اكيد، بس الظروف بتخلي البني ادم يتغير. بس البني ادم الشاطر بقى اللي قريب من ربنا،
ان لو افتكر ربنا 5 دقايق في اليوم ان هيقابله الدنيا تتصلح، يفتكر بس انه هيقف قدام ايدين ربنا يمكن الدنيا تتصلح. يا رب الناس كلها يبقى عندها الطريقه دي في التفكير. الحمد لله. الحمد لله. طيب خلينا نضحك بقى او نتبسط ونفتكر الايام الحلوه. انت بداتي مع الفوازير امتى؟ عشان عايزين نبتدي نتكلم عنها، وعايزين كمان احنا عندنا مشاهد كتير عايزين نعرضها على ناس ونفكرهم بالايام الجميله. وتفكريني انا كمان. انا شفت حتة دلوقتي مش عارفه هي امتى. يعني دي احلى الايام. ميرسي يا حبيبتي. قولي لي حكايتك مع الفوازير بدات ازاي؟ انا ما حكيتش الحكايه دي غير 850 مره بس. 51 كمان. طيب. خديها 851. لا انا طبعا كنت بشتغل في السينما وكده، وبعدين التلفزيون جه قال لي عايزين نعمل، هي ما كانتش اول سنه، ما افتكر ما كانتش فوازير، اول سنه كانت كاريكاتير اللي هو فهمي الله يرحمه الجميل كان هو بيرسم وفي رياكشنز عليا، وبعدين التتر والنهايه كان في استعراض. فقمت انا ايه قلت اوكي لسبب، لان الاستعراض بالنسبه لي جوايا يعني حاجه كبيره قوي، وسينما ما تقدرش تصرف زي التلفزيون المصري الرائع. التلفزيون المصري ده على دماغي من فوق. يعني انت قبل كده قلتي لي انا عمر ما التلفزيون يطلبني وارفض ابدا، وارفض برامج فيها فلوس وحاجات كده، بس اروح للتلفزيون بتاعي بحبه قوي. بحبه لانه من خلاله، غير انه بلدي والتلفزيون بلدي وانتوا طبعا كلنا مصريين، لكن التلفزيون ده اداني فرصه ان اطلع من جوايا حاجات انا بحبها، لدرجه بعد كده سبت السينما علشان الفوازير لان كان فيها استعراضات. الفتره فعلا انت قعدتي فتره طويله بعد كده بعيده يعني على السينما، ولكن حققتي نجاح كبير جدا في الفوازير. كنت متوقعه النجاح ده في الفوازير؟ لا ما اقدرش اقول لك متوقعه خالص، بس الاخلاص بيخلي التوقع قريب، او النجاح قريب. الاخلاص في العمل والعطاء، يعني انا من النوع اللي لما اعمل حاجه لازم اعملها بيرفكت، ما اعرفش اعمل حاجه اللي هو نص ونص، ما اعرفش. حاولت الحقيقه يعني حتى لو انا بعمل حاجه في البيت انت عارفه يا ريهام، انا لما احب افتكر حاجه وكسلانه اقوم اكتبها، لازم اكتب كل حاجه عشان معادي معاكي لازم اجي بالظبط. اروح حاطه الحاجه اللي على الترابيزه دي مثلا، اروح حاطاها كده على الكوميدين وانا نايمه، مش معدوله علشان لما اصحى افتكر انا هي مش معدوله ليه، افتكر الحاجه. الله، ده انت معناها انك انسانه منظمه قوي جدا. جدا في كل حاجه لازم، انا بحب الصحه قوي في كل حاجه. يعني حتى لما كنت اشتغل وحد اللي معايا كوافيره او ماكيره تيجي تحكي لي حاجه عن زميلتي مثلا في الفيلم بتاع، ولا حد يجي يقول لي حاجه حتى لو حاجه ما يقدروش يكلموكي عن حد تاني ابدا، محدش يجيب لي سيره حد ابدا. وبعدين ده من زمان، يعني مش الزمن اللي خلاني اتعلم انا كده. دي التربيه ولا ايه؟ تربية. البيت مهم في الكلام. تربيه. انا اعتقد ان التربيه، لان انا واخواتي يعني ما عندناش ان النميمه دي ولا القيم مهمة جدا، التقرب من ربنا مهم جدا، وبعدين الفلوس عندنا مش مهمة، مهمة لإسعاد الناس بس. أنا بالنسبة لي الفلوس كده، ولذلك ناس تشوفني أبان أصغر من سني لأن عندي رضا. القناعة يا ريهام بتولد الرضا. فوالدي ووالدتي ربونا صح انا واخواتي، الحمد لله نعمه. الحمد لله نعمة. ربنا يرحمهم يا رب ويخلي لك اخواتك. ميرسي. تعالي نفتكر مع بعض من اوائل الفوازير اللي عملتيها، صوره و30 فزوره. طبعا انت عملتي فوازير قبلها يعني، لكن قصدي دي كانت في المراحل اللي بدري، يعني صوره و30 فزوره كانت انت الاول عملتي اللي هو صوره وفزوره. صوره وفزوره. صوره وفزورتين. ثلاث فوازير. حضرتك مذاكره. طبعا. معقوله يبقى معايا نيلي وما ذاكرش؟ عيب لما اغلط وانت معايا. طيب خلينا نشوف جزء من صوره في 30 فزوره، او تتر صوره 30 فزوره ونفكر. صوره و30 فزوره يا نيلي كانت بتتكلم عن ايه؟ شخصيات نسائيه؟ شخصيات نسائيه. كنت طالعه صحفيه وكل يوم بقابلني
انا بقابلني على اساس ان انا عامله شخصيه نيليتين، اتنين نيلي، نيلز 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 تو نيلز تو نيلز. ف يعني يمكن دي اكتر الفوازير اللي نفسي اشوفها. انا قلت الكلام ده قبل كده لانها فيها شخصيات نسائيه عالميه وبحب انا المعرفه قوي، فنفسي افتكر انا قدمت ما عندكيش الشرايط دي؟ لا، وانا ماليش في اليوتيوب والحاجات دي، هي بتبقى في حاجه موجوده على اليوتيوب، احنا لما طلعناها من اليوتيوب. بس بيقولوا في يوتيوب وفي مش عارفه اكاونت ايه والحاجات دي، مش حتى في ناس بتكتب. والله يجي لك يوم ونقعد نعمل سوا، هعلمه لك. هتقطعي علاقتك بيا؟ لا لا لا، انا صبوره ما تقلقيش. طيب كنت بتقري عن الشخصيات اللي بتقدميها في الفوازير دي قبلها، السيدات، في ستات معينه كنت معجبه بيهم، مبسوطه وانت بتأديهم؟ طبعا الشخصيه اللي كنت شفتها ماري مونيب، ف يعني شخصيه قلدتها وانا يعني وانا مثلت معاها على المسرح، فدرساها وعارفاها كويس قوي. طب قلدتيها ازاي؟ حته كده يعني. يا راجل مش فاكره حاجه خالص، مش فاكره معقوله خالص خالص، مش فاكره حاجه خالص. عملت الجوكاندا، فعندي صورتين وحطاهم عندي في البيت، هي الجوكاندا نفسها وانا محطوطين جنب بعض كده. الله، احب الحاجات. كنت سعيده وانت بتقدمي الحاجه اللي فيها معلومات او معرفه او بحب المعرفه نوع من الثقافه؟ قوي قوي، عشان كده عايزه اتفرج على الفوازير ان شاء الله. لا، هنلاقي طريقه باذن الله ان هي تكون عندك باذن الله. طيب دي صوره و30 فزوره من الفوازير اللي اشتهرت طبعا جدا، الخطبه وعروستي، على الرغم ان انت قدمتي فوازير تانية كتير والحقيقه كانت كلها حلوه وكلها ناجحه. تفتكري ليه يعني الخطبه وعروستي بالذات علقوا قوي مع الناس؟ عشان صلاح جاهين. انا عملت قبليها حوالي يمكن لغايه التنبوكه، كانت اخر حاجه. التنبوكه اللي هي بتلف أنا الكواكب، اسمها فوازير انا وانت افتكر، معروفه بالتنبوكه. ايوه افتكر، ما اقدرش اوعدك بس افتكر. وانا افتكر برضه. صلاح جاهين، صلاح جاهين عمل موقف رائع. يعني البساطه اللي هي الواقعية. قابل حسن عفيفي توأمي، هو توأمي ده مصمم السرادات الجميل رائع، فقال له هو انتوا مش بتجيبوني في الفوازير ليه؟ تخيلي لما صلاح جاهين يقول كده. فانا فرحت مكلمه فهمي، الحقني يا فهمي. شوف الاستاذ فهمي صلاح عبد قال طبعا رائع، فهمي عبد الحميد. تشوف الاستاذ صلاح قال ايه الحسن، شوفي التواضع العقلاني الواقعي. فطبعا عمل لي عروستي، وبعدين عمل لي هو بقى لما جه قال لي انتوا ليه مصعبين الفوازير، انتوا المفروض تعملوا فوازير عن الحاجات الاشياء البسيطه جدا، كانت فلسفته كده. بس فعمل السنتين دول عروستي، وقال لي كلمة عمري ما انساها. قال لي انتي خرجتيني من اكتئابي. هو طبعا كان عنده اكتئاب، لانه شاف، قال لي لان انا شفت اللي بكتبه قدامي بيتجسد. فانا ما انساش الكلمة دي ابدا، وبيتجسد بطريقة فيها فرحة وفيها بهجة وفيها صورة حلوة، فاكيد ده يعني حسن من حالته النفسية، فيها براءة وفيها نظافة. حتى لما بعمل الحتت مثلا، يعني طلع امرأة وبتاع، بعمله بهزار وأضحك فيه وأعمله كوميدي جوايا كده. يعني جايز ما كانش عندي تفكير زي دلوقتي، بس انا كده. انا لسه عايزه اكلمك على انا كده دي، لان انا الحقيقه بلاحظ دايما انه نيلي على قد ما كانت بتقدم ابهار واستعراض ورقص وغنى، لكن عمرك كمشاهده او مشاهد ما تحسي ابدا ان في ابتذال، او ان يعني حتى الاغراء كان بطريقه محترمه. يعني انت كنت حريصه على ده، ولا هي طبيعتك كده، ولا جت ازاي؟ لا، هو انا يعني انا كانت بتطلع مني كده، بس طبعا اكيد جوايا ان احنا في شهر رمضان واحنا مصريين ولنا، يعني ده متربية على كده حتى في السينما. يعني حتى نيلي دايما كنا نحس كمان انه نيلي تقدم اي دور، بس عمرك ما تحسي بشبهة ابتذال فيه.
الحمد لله. الحمد لله. خلينا نشوف او نفكر الناس برضو بجزء من فوازير الخطبه ولا عروسي الخطبه، بما انه اتكلمنا عن الراحل الجميل صلاح بتخرج معانا. ايوه بتخرج معانا نيلي لو تشوق وكات وكده. نيلي احنا كنا بنشوف في فوازيرك الحقيقه من برضو الحاجات اللي كانت بتبهرنا دايما اللبس والازياء، وكان بيبقى فيه حاجات دايما يعني تحس فيها اختراعات كده، حاجات اول مره نشوفها. كنت بتشاركي في الموضوع ده؟ كنت بشارك انا اللي في ذاكرتي طبعا. كانت بتبقى فكرتك انت؟ فكرتي ان انا البس كل شط فستان واعمل حاجات غريبه على دماغي وافكر فيها واحلم بيها واقوم اكتبها كنت بسافر مخصوص. تخيلي بقى سفر واقامه وشوبينج والحاجات يعني اللي بتقبضيه من الفوازير بتصرفيه اكتر بتهيالي. لا اقبض فوازير فلوس ولا حاجه ما تذكرش. مش مهم ده. لكن انا كنت بعمل حاجه يعني للجمهور وليا وحاجه بتحبيها. طبعا مش مهم الفلوس خالص. انا لو تقولي لي انا اخدت كام في الفوازير وحياه النعمه ما اعرف، وحياه امي اللي راحت ما اعرفش. بس انا فاكره في يمكن اخر فوازير خدت 5000 جنيه في الحلقه. ده لما خبطت دي بقى. بعدين بقى ده في الاخر اللي هم خالص. في التسعينات كانوا صح؟ في التسعينات اوائل التسعينات. وبس عملت حاجه جديده في التلفزيون ما كانتش موجوده، ان يبقى في مشتريات، مشتريات بتقولوا ولا بتقولوا ايه؟ للفوازير، مشتريات للفوازير مخصوص عشان البنات، واقعد واخلي مصممه الازياء تعمل لهم، وانا اجيب الفساتين من بره وكمان اغير فيها، يعني لو في حاجه اروح مقطعاها علشان تبقى شكلها غريب ليا انا بس. والفساتين اللي مفتوحه كنت لازم تبصي تلاقيني حاطه اشارب مغطيه نفسي، او حاطه ورده هنا ورده هنا على اساس ما البسش مفتوح في رمضان. فاهمه قصدي ايه؟ فكان بيبقى كله من غير كمام وكده. كان في بقى حاجات اختراعات فوق دماغي. فما كانش في الاول خالص ايام فهمي وكده ما كانش في قسم ماكات مخصوص للحاجات دي. طبعا بعد كده في المرحله الثانيه. انت بقى اللي بتصمميهم يا نيلي؟ انا اصممهم في دماغي كده. في دماغك كده. طبعا. فاجيب النجار. النجار اللي بيعمل الفوازير واقول له هتعمل لي كذا وكذا وكذا وارسم له، قلت طب ارسم لي انت شو يعني، عارفه ازاي؟ بقيت اخترع حاجات فوق دماغي. زي ايه مثلا؟ يعني مثلا انا اصلا لما رجعت تاني للفوازير في التسعينات فكرتني بحاجه. لما رجعت تاني قلت طب انا بقى ايه الناس مفروض تبص للشخصيه، مش مهم الـ 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 الحاجات الغاليه اللي بنلبسها دي والسواريات. عملت فستان من خيشه. عملت فستان من اسمه ايه بتاع الومنيوم. الومنيوم بتاع اللي هو بتاع لما شفتها دي، شفت المشهد. ايوه بتلمعي بيه الحلل. ايوه سلك الالومنيوم. سلك الالومنيوم. وبعدين عملت مقشه باروكه كبيره قوي كده مقشه. وبعدين عملت برضو حاجه مقشه زي لبس كده. فالمهم اللي انت بتقدميه، الاداء، الهزار. ادائي كله هزار في الفوازير، عشان كده اهم حاجه في الفوازير ان اللي بيقدمها يبقى في حته ابتكار مثلا. لا اللي هو ان شاء الله وقت الحلقه هفتكر. ان هو يكون كرييتيف مثلا. مش كرييتيف. لازم ما اعرفش اي حد كرييتيف زيي ولا لا، ممكن تأدي وبس. انما في اللي هو جذب الجمهور، اسمها كلمه مشهوره قوي. ايه يعني؟ مش انت مذيعه ومفروض اعرف كل الكلام. طيب فكنت يعني كانت فكره انك تغيري وحكايه ان كل شوت يبقى بلبس دي كانت من افكارك. طبعا. محتفظه لسه بالحاجات دي بالذات الحاجات الغريبه اللي اخترعتيها؟ بصي. ايوه. انا علشان جايه لك انت بالذات. طلعت بقى انا عندي شنط محتفظه بيها بكل حاجه ليا ذكرى فيها. فطلعت لك ايه؟ مفاجاه. طلعت لك الفستان اللي وقعت فيه في البويه.
في ام العريف، فانا عامله ام العريف بقى وعارفه كل حاجه. رحت طالعه فاتحه بقى الشنطه اللي مليانه حاجات دي، ورحت انا وهنجيبها. يلا يا كمال يلا تعالي. يا استاذ اسمه كمال. كمال ازيك يا كمال؟ كنا شفنا شكرا الشوط يا الاول، كمال. كنا شفنا الشوط الاول. طب ورونا الشوط الاول خلاص. لا طيب مش خلينا عارف. نشوف. لا خلينا طيب نشوف الاول بما انه المخرج لازم نسمع كلام. بالظبط. ده كله بويا. دي الجوب اللي انت كنتي لابساها دي في ام الجيب اللي انا العريس، لابساها وراحت ايه وقعتي بيها في البويا. وقعت فيها في البويا وقلت لهم كملوا كملوا. كملت بقى على كده. انت وقعتي بالغلط يعني، ولا ده كان جزء لا من المشهد؟ اوقات انت ما كانش متخطط له انك تنزلي او تقعي لا في البويا او انا حاجه، وقعت اتزحلقت. وكملتي الشوط كانه قلت لهم عادي. كملوا كملوا حلو. فطبعا لازم احتفظ طبعا بيه، عارفه ازاي؟ في حاجات تانية يعني ممكن كنا مثلا نكون ايه قاعدين بنتكلم في حاجه معينه. قلت لك حاجه تانية ايه تاني عشان انت على فكره انا عايزه بحاجة. وانا كمان يعني اللي ربنا يخليكي ليا، عايزه اقول لكم ان نيلي الحقيقه اعدت الحلقه دي معانا، يعني هي حضرت لنا حاجات كتير وقالت لي انا هجيب لك مفاجآت معايا. مش قوي، لا انا ممكن ازاي؟ اكون ورده اتكلمنا في ساعتها مثلا. ورده موجوده عندي لغايه دلوقتي نشفت كده وحطها. بصي كنا بنعمل فوازير الخطبه، وبعدين ايه دي كان في مشهد بعمله انا وقدري. سوري قصدي في واحد تاني قدري في الفوازير، عبد الرحمن صبحي. توأمي حسن عفيف. ايوه ده توأمي. فراح فهمي كاتب عليها، طبعا مش هتبان في الكاميرا خالص. اقري لنا كاتب عليها ايه. كاتب الخطبة فهمي عبد الحميد، نيلي، حسن عفيفي. الله، ممكن تشوفها دي؟ لا يمكن. نيلي انا شايفة من عندي، انا شايفة شايفة؟ اسم نيلي اهو، شايفينها شايفينها على الشاشة. دي كنا عاملة شطرنج انا وتوأمي حسن حسن عفيفي. عفيفي. فمحتفظه بتحبي بيه. تحتفظي بالذكريات قوي يا نيلي؟ تقعدي تفتحي صندوق الذكريات كل شويه كده وتفتكري؟ لا انا يعني في حاجات يعني المدام فيها كلام لطيف او موقف ظريف او حد عمل موقف ظريف ليا او انا عملت، يعني عارفه في حاجات انا احب قوي احتفظ طول عمري كده. فعلا اللي قال لي انك رومانسيه ما كدبش عليا. خلينا نشوف بقى المشهد اللي اتكلمت عليه نيلي دلوقتي من فوازير ام العريف، وهي لابسه الجوب اللي انتم شايفينها دي دلوقتي. هنشوف ايه اللي حصل. يعني انه من اسرار نجاح كمان الفوازير يا نيلي، الفوازير اللي انت قدمتيها، انك كنت تلقائيه جدا. يعني انت وقعتي وكملتي، ما تهزتيش. في حد تاني ممكن يتهز يقف يعيد المشهد او لا، ما طلعش بالشكل ده. عندك يمكن ده. حته التلقائيه دي بتهيألي. ده 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 فرحه، ناس بنفرح سوا. وبعدين المفروض الكوبليه ده كان على لوحه بنقول الوان سرياليه وبتاع ومش عارفه ايه، فعملته على الارض بقى. كملت على الارض بدل ما بتكلم على اللوحه. في مثلا في ام العريف شط بنط فيه من الازاز. ده انت وقعتي باين بجد. انا وقعت بجد وتعورت بقى رجلي وكده. وتوأمك عمل ايه حسن عفيف؟ توأم لا توأمي بقى وكان ايه كان بعد فهمي اظن كان في اسطوانه كده بتلف. فايه ما كانش في الميكانيزم بتاع دلوقتي انها تلف لوحدها وكده. فكان في اتنين من الاخوه العمال اللي في الاستوديو معموله بتاع مدوره كده. فايه عمالين يلفوها وانا فوق وبرقص، فالظهر اندمجوا مع الرقص بتاع. هما مش باينين طبعا، هما اوت اوف كادر، بس ايه بيلفوها. عمالين الظهر بقى ايه اندمجوا معايا وانا برقص، راحوا عاملينها بسرعه. رحت واقعه والديكور كله اللي حواليا اللي انا برقص فيه اللي بيلف بيا ده راح واقع عليا كده غطاني. انا قولي لي ان الشوط ده اتعرض مثلا. مش عارفه انا. بس كل اللي كان هاممني اللي في الـ في الـ في الـ الناس اللي في في الاستوديو معاكي. تعرفي يا ريهام ما سمعتش كلمه. بصيت لقيت الاستوديو ده جالهم ذهول ان الديكور ده كله وقع عليا. متخيله ديكور ديكور وانا بقى من تحت الانقاض عشان اطمنهم وانا متعوره. انا كويسه ما تخافوش ما فيش حاجه، عشان ابتدوا بقى يشيلوا ويشيلوا ويشيلوا ويشيلوا. وتعورتي فعلا.
بس احلى ايام عمري. طبعا قوليلي، لسه يعني في ناس من اللي هم عشره العمر زي ما بيقولوا، اللي اشتغلوا معاكي في الفوازير، لسه على اتصال بيهم يعني؟ اللي بيكلموكي بتكلميهم؟ طبعا، يعني مثلا عبد الرحمن صبحي، انا كنت مسمياه قدري، هو نائب رئيس التلفزيون دلوقتي، هو كان من احد مساعدين اخراج مع الجميل محمد عبد النبي، ده رائع محمد عبد النبي ده، كمان ده من ايام فهمي، كان وفهمي مساعد كان فهمي عبد مساعد، كان الحميد. مخرج مساعد مع فهمي، ولما فهمي راح هو اخترته علشان يعمل لا قبل كده جمال عبد الحميد، وبعدين عبد الرحمن صبحي كنت مسمياه قدري، على اساس رايح طالع اطلع اسجل، يطلع هو مختص بالاغاني والتسجيلات وكده، انزل البلاتو ينزلني، يطلع اقول له انت قدر. لسه على اتصال بيه؟ طبعا، وانا بقى كلمته عشان يفكرني بارقام الشطات اللي هي اللي وقعت فيها في البويه دي، ما انا عديت الحلقه طبعا، ما انا قلت من مع شويه وليد رمضان لا مع مؤاخذه رئيس يعني، او تحريرنا. مع انا عارفه، ومع انا عارفه. لطفي يعني لا مؤاخذه. بعدين في كمان مخرج دلوقتي في التلفزيون اسمه احمد الشرقاوي، ده بقى كان دايما يكلمني يقول لي يا مدام نيلي بس يعني اسمع صوتك بس، طب ردي على، انا بقى ببقى مشغوله ما برد. بعد سنين رحت مكلمه قلت له مش انت عايز اسمع صوتي؟ هات لي بقى حلقه قول لي بتاعت كام عشانك. علشان ربنا يخليكي، تعبناكي معانا بس سعداء لا بيكي يا نيلي. تعبتني، ده ايه، ده حاجه جميله جدا ربنا اكون معاكي. يخليكي. انا عايزه اروح كمان، انتوا معاكم مشهد للجوب الالومنيوم اللي كانت بتتكلم عليها نيلي من شويه، صح؟ طب خلونا نشوفها، خلينا لا نفكر الناس بيها ما وبعدين بانتش نرجع. قوي على فكرة، سلك الألمونيا ما بانتش كانت قوي، الجوب المنفوشه قوي، منفوشة لونها قوي، جراي كده او رمادي. رمادي، بانت انا ما شفتهاش بانت كويس. بانت، شفناها. هي دي. وقبلها على طول كان في جزمه الكوره، احنا عارفين ان جزمه الكوره بتبقى فيها الكور دي من تحت كده، تعمل لها بقى انت مسامير عامله طويلة. مسامير. ايوه دي من اختراعك انت. هي دي مش كده؟ لا مش دي الجوب، الجوب بعدها اللي هي المنفوشه قوي، مش هو ده. لكن بعد دي في الجزمه كمان اللي هي طالع منها مسامير، دي كانت اختراعك دي انت يا نيلي؟ قبليها قالوا لي قبليها، ها فكره الجزمه اللي نازل منها الحذاء، مش مسامير، فاكره، مش مش فاكره، فاكره. لكن طبعا انا فاكره الحاجات الجيب وكده. على فكره في وقعه تانية بقى، اهي هي دي. ايوه هي دي، دي تخيلي معموله من سلك الالمونيا سلك المواعين يعني. سلك المواعين. دي والخيشه فين بقى، فستان الخيشه. يعني عايزه اقول لك ان ممكن من حاجه زي كده تخلقي حاجه. انا دايما مخي شغال 24 ساعه، يعني انا حتى لما جيت اجدد البيت عندي بعد ما ماما راحت ما رضيتش اسيب البيت، فضلت فيه ما مش قادره اسيب البيت ابدا، فقالوا لي اعزلي علشان هتتعبي من غير ما، قلت لهم لا. المهم جددت البيت بقى، حتى بقيت اعمل حاجات في البيت برضو اختراعات، واجيب اللوحه واروح مغيره اقول له غير لي اللون البتاع علشان يمشي مع المفرش. مجنونه. لا بالعكس، فنانة، مش مفتقدة الفن يا نيلي. انا حاسه اني بفن طول الوقت في حاجات بعملها، في في حاجات حياتك. انا سنه بفكر بعمل فلاشات باك كده، شوف ايه الصح ايه الغلط ايه اللي مش كده، لازم ابقى احسن كده، بحب اقعد اتكلم مع يعني مع نفسي كده. مش حاسه ان انت عايزه ترجعي تاني؟ مش وارد ابدا ان نيلي ترجع لنا مره تانيه. انا لو اتلغت كلمة اصل ارجع. يعني ايه تقصدي؟ ايوه ايه فزورة دي، اصل اصل ايه يا ابني، مبررات. اسم الله عليك، المبررات. محدش بيغلط ابدا، انا دلوقتي ما بقدرش، انا ما خصوصا بقدرش، انك قلت انا لها في الاول بحب انك ابقى منظمه صح، قوي. انا بحب ابقى صح. انت غلطت قول انك غلطت، لازم اصل ساعتها حضرتك كنت مش كنت بتتكلمي اصل لما جيت اروح اصل حصل بنت خال جوز مراتي اتوفى، اصل خالتي وقعت من البلكونه، حاجات غريبه كده، ما تقول انك غلطت يعني.
قوليلي علاقتك ايه باخواتك الفنانه الجميله فيروز، طبعا طفله مصر المعجزه او شيرلي تمبل مصر زي ما كان بيتقال عليها، وايضا اختك ميرفت كمان. ميرفت مش 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 فنانه قوي بس صوتها كان حلو. عملتوا فيلم واحد بس مع بعض اللي هو عصافير الجنه وانتوا صغيرين، كنت انت صغيره خالص. انا صغيره الصغنطوطه اللي فيهم كان انتاج بابا، وكنت عامله قبل كده الحرمان انتاج بابا برضو. وشغلوني طبعا من غير فلوس. ما خدتيش فيه فلوس؟ اربع سنين هيدوني فلوس ده الحرمان. الحرمان ما خدتيش فيه حاجه، وعصافير أنا الجنه انا فاكره جايز برضه. هاخد فلوس اعمل بيها ايه؟ طيب قولي لي ميرفت هي التجربه دي وما مثلتش تاني؟ لا افتكر عملت فيلم وهي كبيره مع زبيده ثروت اسمه بنت 17، بس بقى ايه، ياسمين بنوتتها وإيمان بنوتة فيروز وشيرين بنوتة ميرفت برضو وأيمن جمجوم ابن فيروز، دول طلعتهم ذكرى معايا في الفوازير. في تتر أم العريف في الفينال في ياسمين وإيمان طالعين معايا. طيب هاتها لنا يا أستاذ هنشوفها، بس الأول في اتصال، معلش في حد عايز يكلمك. يا ريت. ألو ألو. أيوة ألو. ايه ده؟ ايوه ريم. هو في اتنين نيلي؟ في صوتين نيلي هنا ولا ايه؟ ايوه سندريلي. سندريلي. ايوه حبيبتي. ياسمين. لا انا ايمان. انت شيرين. لا ايمان. سوري، انت اللي بتقولي لي سندريلتي. ايوه معانا ايمان جمجوم، ايمان بدر الدين جمجوم ابنه الفنانه الجميله فيروز، وايضا الفنان الجميل بدر الدين جمجوم الله يرحمه. اهلا بيك يا ايمان، كل سنه وانت طيبه. اهلا يا ريهام، ومعاكي نيلي القمر نورتنا النهارده. رمضان كريم، وكل سنه وانتوا كلكم طيبين، وكل سنه وانتي طيبه يا نيلي. يا حبيبتي وحشتيني، بقالي كتير ما شفتكيش. وانتي كمان وحشتيني جدا. شهر بقالي شهر. ازاي انت تقولي لي سندريلتي وما عرفتيش يا مصرتي؟ شفتي بقى انا بضحكتي قدام الناس كلها بعد البرنامج. قولي لي يا ايمان، نيلي عامله ازاي يعني في البيت او وسط العيله، هي كخاله احكي لي عنها كانسانه وكخاله. بص يا ريهام، انا مهما اتكلمت عن نيلي مش هعرف يعني اديها حقها بصراحه في الكلام، وممكن الحلقه كلها اتكلم عليها. نيلي انسانه جميله، وانسانه، وحطي تحت كلمه انسانه كذا خط، لان بكل ما تحمل الكلمه دي من معنى في الانسانيه. انسانه قد ايه جميله، متصالحه جدا مع نفسها، متصالحه جدا مع كل الناس اللي حواليها. عندها في شخصيتها قناعه يعني بلا حدود، معطاءه جدا، يعني هي متعتها في ان هي تدي اكتر ما تاخد. هي بتاخد السعاده في انها تشوف الناس مبسوطين حواليها. مش قادره اقول لك حنينه قد ايه، يعني حاجه كده. يعني انا لما باجي بتكلم معاها بقول لها انت في الدنيا مفيش منك كتير، ولو في منها كتير الدنيا تبقى شكلها حلو قوي. عايزه اقول لك يعني مثلا بسيطه جدا، ممكن تكون على طول شايله هم الناس اللي حواليها والناس الغلابه، ودايما بتفكر في الناس البسيطه جدا، يعني بتتعامل معاهم بمنتهى الطبيعيه. خلاص يا ايمان. وطنية إلى أقصى الحدود. صح. يعني كل حياتها دلوقتي اللي شغلاها إنها ممكن الوقت حتى مشغولة عننا أحيانا كتير، لأن هي بتبقى كل تفكيرها وأحاسيسها إنها شايلة هم البلد. بتتابع كل حاجة، مش عايزة يفوتها حاجة، أخبار، قراية، كل حاجة عن مصر. ربنا يخليها لكم يا ايمان، ويخليكم لينا. وانا يعني انا محظوظه بجد يا ريهام ان انا خالتي نيلي، وانا ما بعتبرهاش خالتي بس، لان دي بالنسبه لي توأم روحي وحياتي. كتير قوي كده يا ايمان، حبيبتي كتير قوي كده. لا انا مهما اتكلمت انا قلت في الاول مش هقدر اقول حقك يا حبيبتي.
إيمان ربنا يخليكم وعلى بعض. وعلى طول شايلة همنا يا ريهام، والله ربنا العالم هي عايشة عشان تساعدنا خلاص يا إيمان. إيمان ربنا يخليكم لبعض يا رب. يا حبيبة قلبي، احنا عايزين نكرمك مش نعيطك يا نيلي. لا انا مش بعيط، هي اصل لما قالت مصر دي اللي اثرت فيا، لان مصر دي انا اولا بقول عليها ضنايا، لان هي اللي عرفتني معنى الضنا. انا ما خلفتش، كنت فاكرة اني بخاف يعني على اللي حواليا وكده، بس يعني ضنا سميتها مصر ضنايا، يعني قد كده كنت خايفة عليها الثلاث سنين اللي فات، بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ربنا يخليها لنا مصر دايما يا رب. بشكر طبعا ايمان جمجوم. انت كنت بتقولي دلوقتي من شويه انك خدتي ذكرى، يعني ولاد اخواتك اللي انت بتحبيهم والغاليين على قلبك، عملتي ذكرى حلوه معاهم ان هم طلعوا معاكي في تترات الفوازير او في بعض الحلقات من الفوازير. أيوة. طب خلينا نفكر الناس برضو ونشوف ايضا نيلي مع حبايبها. النظرية صح والتطبيق غلط، يا سلام خلونا نتبح أبح، ده لا قمر غفالة، كله بيحكل وبيتحنجل وبيحلق عينيه ويفنجل ويقول فيه. شفتيهم؟ شفتهم ياسمين وإيمان الاثنين أمارات يا نيلي، يعني العيلة كلها حلوة ما شاء الله. الحمد لله. محدش فيهم فكر يكمل في التمثيل؟ لا لا ما فكروش. لا ما حدش. ايمن كمان صوته حلو قوي ايمن له حلقات على فكره، ما اعرفش لو موجوده مع زمايلي ولا لا، لكن 17 انا جايبه لكم المعلومات موجوده. طب هايل، طب ما خلينا نوريها للناس برضو. ايمن ايضا ابن الفنانه فيروز وشقيق ايمان، خلينا نشوف برضو جزء من حلقته مع نيل. ايمن جمجوم. عادينا الدهر سودا استهر، تنفع للعين المكار، خلي عيون الناس محتار، شايفني ولا هم عارفيني، يا ترى يا نني يا مجنن، بتبص شمال ولا يميني، بقبق نني يا بقبق نني، اختار عيونك يا مجنني. بتعيطي ليه؟ انت مش فاهمه احنا عايزين ايه؟ كل نظاراتي مش عارفاكم. ايوه مش عاجبين. امال عايزه ايه؟ بقبق نني. امال انا بقول ايه الصبح؟ عاوزينها من غير شعر. ما هي بقت موضه الايام دي، كل واحده مش عاجبها لون عينيها تلونها على كل لون، اختار اللون اللي يناسبك. زغلله برجله والعيون مفنجلة، زغللة برجلة والعيون مفنجلة، هو لونك لسه لونك ولا ده تلوين عيونك، هو لونك لسه لونك ولا ده تلوين عيونك، لا ده لون الزغللة، زغللة برجلة والعيون مفنجلة، تلبسيهم هتخلعيهم بس حاسة تجرحيهم، تخلعيهم بس حاسه تجرحيهم تبقى كارثه. رجعتينا لايام رمضان الجميله يا نيلي. شفتي ايمن قمر ازاي؟ حبيب قلبي. وبرده ما فكرش ان هو يكمل مع انه عامل حلقه حلوه، واضح انه مش مكسوف من الكاميرا وبيغني وصوته حلو. ما فكرش يكمل برده في المجال؟ لا ما اعرفش، ما سالتوش. اهو قمر. انا نفسي اجيب ممدوح. ممدوح يجيب ايه بقى؟ يجيب الشوت في شعر ممدوح صالح المخرج، عامله باروكه لمؤاخذة من المقشة. وانا دورت عليها ما لقيتهاش يعني، بس لو لقوها يجيبوها بعد هم. ياسمين وايمان في نفس التتر، في نفس تمام، يبقى في التتر اللي هو بتاع ام العريف، ام العريف الفينال. طيب هيحاولوا ان هم يجيبوها دلوقتي. بس نيلي انت بعد كده برضو عملتي فوازير صندوق الدنيا، عجايب صندوق الدنيا. ده اللي قلدت فيه المذيعات. ما حدش فيهم زعل بقى؟ انا عايزه اقول لك قد ايه الروح الجميله، ده كانوا ينزلوا لي البلاتو يقولوا لي هتقلديني ولا لا. كانوا يبقوا عايزينك تقلديهم طبعا، لان ده دليل نجاح ان هم يعني حقيقي. لا كلهم كانوا ناجحين الحمد لله. بتاع ده بينزل تحت. معلش. كنت ايه بقى تقعدي تحضري للحلقه الزانية؟ كنت بتقعدي تتفرجي مثلا عليهم علشان تقدري انك تظبطي الاداء او انك انت تقربي للشخصيه قدر الامكان ولا ايه؟ ولا واحده عملت بروفا وقلدتهم كلهم صح. يمكن حفظهم. الوحيده يمكن اللي بيني وبين نفسي قبل ما اخرج ما فيش وقت اعمل حاجه. انا بطلع اسجل
وهم نايمين في الاستوديو عندي اوضتي بالحمام بكده يعني، انزل اطلع اسجل وبعدين انزل يكون صحيه نبتدي نصور، وبعدين ساعة الفطار نفرش كده على الأرض وبتاع ونقعد ناكل مع بعض، وبعدين هم يريحوا وأنا بقى إيه وهم بيغيروا الديكور ولا حاجة أحفظ اللي هطلع أسجله ساعة السحور. حكاية كده لذيذة. كنتوا بتصوروا في رمضان يا نيلي؟ أنا بحكي لك بقى على الفترة الأخرانية خالص اللي هي بقى بيخش علينا بقى رمضان والدنيا حلوة. وكنت تبقي مقيمة عندك أوضتك وسريرك ومقيمة في الاستوديو. هو التحضير للفوازير أكيد تحضير بتاخد مجهود جبار ولا إيه؟ ست شهور قبلها؟ يا دوبك، وكمان ما بنلحقش. أنا عايزة أقول لك عندي شوت معرفش جابوه ولا لأ، لأن أنا مش معرفش هو فين. قولي. متعلقة على نجفة. أوكي؟ والنجفة دي مش قاعدة على النجفة، في واحدة قاعدة على النجفة دي حاجة تانية، وأنا عاملة بواب دي ماسكة النجفة. اتضح ما عملناش بروفا، وبعدين وأنا ماسكة مسامير كلها داخلة في إيدي وما بعملش ستوب علشان الحلقة تلحق تتذاع، وأنا بضحك وبغني والمسامير في إيدي وأنا متشعلقة في النجفة كده. دي من الحاجات اللي افتكرتها وانا جايه لك. انت شخصيه مغامره قوي يا نيلي. لا، احب اعمل كل حاجه صح. انت متخيله الحلقه ما تنزلش في ميعادها؟ انت متخيله؟ ما اقدرش اتصور. صح، ما اقدرش اتصور. انا لما اسيب السينما عشان الفوازير. طيب، في برضو مشهد لفت نظرنا جدا، وهو وانت لابسه فيه بامبو على راسك من فوق. طب خلينا نشوف، هو تتر النهايه في ام العريف. أيوة، خلينا نشوف ونرجع نتكلم عنه والفكره دي كانت النهارده. بنشوف موضات الحقيقه غريبه، بس انا لاحظت ان هي كانت موجوده في الفوازير عندك. يعني مثلا الواحده تبقى لابسه حلق ناحيه وناحيه، دي بقت عادي جدا دلوقتي، بس زمان ده ما كانش عادي. انا اللي عملت الموضه ده. انا اللي طلعتها، واتفاجئت ان بعد ما انا عملتها في الفوازير طلعت بره. طلعت في العالم. موضه. ايه اللي خلاها تخطر على بالك؟ ما انا كنت بلبس فرده حذاء وفرده وبنطلون رجل ورجل. تبصي تلاقيني حاطه ورده على رجلي مثلا وكده. بحب اعمل حاجات unusual مختلفه. ليه ما بقاش عندنا فوازير يا نيلي؟ يعني ليه ولادنا محرومين من ده؟ احنا الحقيقه تربينا في وقت زي ما بقول لك كانت من متع رمضان ان احنا نشوف فوازير نيلي. دلوقتي ما بقاش، ويمكن بعدها صحيح كان في فوازير سمير غانم وبعد كده شريهان، بس من بعد كده يعني ورجعت طبعا نيلي بعد كده. كاريزما اللي كنت بدور على الكلمه. فاكره زمان من ربع ساعه؟ زمان واحنا صغيرين من ربع ساعه وانا بدور على كلمه. هي كاريزما بقى؟ كاريزما. ما لقطتهاش انا. ازاي مذيعه ومثقفه؟ معلش فوتيها لي. صحيح، يعني غير نيلي وسمير غانم وشريهان ما نقدرش نقول ان في فوازير فرقه. طبعا في ناس جم ومشكورين وعملوا مجهود، بس مش حاجه فرقه. نيلي كريم باليرينا طبعا، نيلي كريم ونادين. بس ما نقدرش نقول، ونيلي دلوقتي طبعا ممثله جباره خرافيه. بس انت عارفه بقى، لا اتفضلي كملي كلامك. محدش فرقع زيكم، ولدرجة ان بعد كده الفوازير اتلغت خالص، زي ما يكونوا ملقوش منها امل في التلفزيون ولا ايه؟ بصي هقول لك حاجة، انا يعني كان عندي افكار كتير جدا للفوازير، افكار جديدة خالص. على فكرة في نقطة ما قلتهاش، انا لما رجعت الفوازير بعد فهمي شلت الخدع، بقت السعرادات بس. حتى جمال عبد الحميد قال لي ايه؟ قال لي الناس دلوقتي هتفتكر ان انا ما بعرفش اعمل خدع. فعمل شط كده، قلت له معلش احنا نقدم الفوازير بشكل جديد خالص. طبعا كان في بعض الاوقات خدع وكده، انما الناس كانت مرتبطه فوازير يعني خدع، يعني حتى لما اقول السعرات يقولوا فوازير، اقول لهم لا مش ضروري السعرات يبقى فوازير. حصل لجيل معين كده ان الاستعراض يعني فوازير. انت كنت بتقولي ايه؟ كنت بقول لك ليه الفوازير بعد كده ما بقتش ناجحه يعني، او يعني ليه ولادنا محرومين من ده؟ ليه ما بقتش في فوازير؟ افتكرت، بقول لك انا كان عندي افكار كتير جدا، وفي بلاد عربيه طلبوا مني ان انا اقدم بعد الفوازير على طول هنا.
قلت لهم مستعده بس تدوا بلدي هديه. فوزير هديه لمصر. قالوا لي لا. قلت لهم مش هعمل فوزير غير في بلدي. ولو عملتها بره بلدي تعرضها هديه. نيلي ما بتحبش تتكلم او تشكر في نفسها، فهمت كده من الرد. هربتي يعني؟ هربتي من الرد على ليه ما عندناش فوازير ناجحه بعدين. عروبه سبسني. طيب خلينا نشوف برضو الشوط ده، لان في نجوم كتير النهارده هم نجوم وسوبر ستارز، ولكن في بداياتهم الحقيقه ظهروا برضو معاكي كتير يا نيلي. في شوط عايزين نشوفه دلوقتي مع فنان النهارده هو برضو من المطربين مهندس الديكور حسام مصطفى العبقري. تخيلي لما يعمل ميه في الاستوديو، انت متخيله؟ طبعا. فانا برضو من اللي اتصلت بيهم قلت له يا حسام قول لي، قال لي مش عارفه عملوا من صاج ومش صاج وحاجات كده على ما افهم يعني او اذكر. فطبعا كانت كلها حاجات هي المفروض انها رايحه عند ناس تزورهم، راحت قالت لهم الحنفيه بايظه اصلحها لكم، دخلت طبعا غرقت الدنيا ام العريس. بس فحلقه علي الحجار وانا بلعب كاراتيه في الحلقه، راح الديكور بقى كله وقع عليا. ديكور تاني، ما انا كان ده مره تانيه برضو الديكور وقع عليك. الديكور بيحبني قوي، انت تخصص ديكور. فانا كنت مسميه حتى حسام ايه جلاجل. عارفه يعني ايه؟ لا. بجلاجل. هو سامعني دلوقتي ومبسوط. فلما وقع كان يوميا نازل الوزير بيزورنا ومعاه يحيى العالم الله يرحمه. فراح الديكور لما وقع علينا كله، فبيسالوا حسام بيقول انت هتعيد الشوط ازاي؟ قال لهم لا انا عامله بطريقه ان الشوط يتعاد. وعدناه. نيلي ربنا يديكي الصحة ويخليكي لينا. انتي نورتيني واسعدتيني، وانا متأكدة مش بس اسعدتيني، انتي اسعدتي كل الناس اللي شايفانا دلوقتي. يا ريت الوقت يسمح ان احنا نفضل قاعدين مع بعض طبعا يا حبيبتي على طول، بس حقيقي سعيدة بيكي جدا. ميرسي. بشكرك على كل السوفينيرز اللي انتي جبتيها لنا. انا لما عرفت اني حاجي معاكي انتي بالذات عملت يعني طلعت حاجات وبتاع مش عارفة ايه، ربنا يعني قلت تبقى مختلفة عشان اتكلمت على الفوازير كتير قوي. وانا متاكده ان الناس استمتعوا جدا جدا بالذكريات اللي انت فكرتينا بيها. احلى ايام عمرنا يا نيلي. احلى ايام عمري بيكوا انتوا، بيكوا انتوا، ربنا يخليكوا يا رب ليا. خليك، مفيش اجمل من ختام نيلي. انا مش هقول اي حاجه غير بكره ان شاء الله. انتظروا زميلتي العزيزه جيهان منصور.